أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أقسام النجاسة الحكمية أقسامها ثلاثة: خفيفة، ثقيلة، متوسطة. النجاسة الثقيلة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب الطهور أو صابون ونحوه. النجاسة الخفيفة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، ونجاسة الأرض وما اتصل بها كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع، حكمها فبول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور، وتطهر الأرض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها ولو لم يزل الماء. النجاسة المتوسطة ولو لم يزل 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 أحسن الله عليك ولو لم يزل الماء. النجاسة المتوسطة هي ما عدا الخفيفة والثقيلة، وحكمها تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما إن عجز عن إزالتهما. نعم، النجاسات قال ثلاثة أنواع: نجاسة ثقيلة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة خفيفة. جعل النجاسات ثلاثة أنواع: ثقيلة ومتوسطة وخفيفة. قال الثقيلة يعني الشديدة، نجاسة مغلظة يقولون. قال هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الخنزير نجس بالإجماع، الخنزير نجس بالإجماع كما قال الله تبارك: أو لحم خنزير فإنه رجس. فالخنزير نجس بالإجماع، والكلب اختلف فيه هل هو نجس العين أو نجس اللعاب، هل هو نجس العين أو نجس اللعاب. ومذهب أحمد أنه نجس العين، أن الكلب نجس العين. قال نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد منهما كأن يكون يعني التزاوج بين الكلب والخنزير، تزاوج الكلب مع الخنزير، فالنسل الذي يخرج منهما حكمه حكمهما. أو من أحدهما كأن يكون تزاوج كلب مع ذئب مثلا، أو تزاوج خنزير مع ذئب. فهنا تولد من أحدهما، تولد من أحدهما. والآن تشوفون أنتوا الحين خاصة الأجانب وكذا يسوون تزاوج أحيانا، يقولون هذا أمه كلبة وأبوه ذئب، وهكذا أبوه خنزير وأمه كلبة، أو أمه ذئبة، أو أمه مثلا بقر أو شيء، حسب عد ما يصنعونها في هذا التزاوج. فالمهم الخنزير والكلب نجسان العين، نجسا العين، وكذلك ما تولد منهما لو صار تزاوج بين كلب وخنزير، أو من أحدهما لو صار تزاوج بين خنزير مع حيوان آخر أو كلب مع حيوان آخر، كله لأن تغليب جانب الحظر، فيكون النجاسة أيضا تعم ما تولد منهما أو من أحدهما. هذه تسمى نجاسة مغلظة أو ثقيلة. قال حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو صابون ونحوه. تغسل هذه النجاسة بسبع غسلات، سبع غسلات إحداهن بالتراب، وهو ما أصابه مما شيء من الخنزير أو شيء من الكلب أو ما تولد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن لعاب الكلب قال اغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية والثامنة وعفره الثامنة بالتراب. فهنا هذه النجاسة الثقيلة تطهر بسبع غسلات، تطهر بسبع غسلات، وهي ما أصابه شيء من الكلب أو من الخنزير أو عرق الكلب أو عرق الخنزير، غير الخنزير نفسه، لأن الخنزير نفسه عين نجسة، والكلب في المذهب أيضا عين نجسة، هو لا يطهر الخنزير نفسه، ولكن ما شرب منه الخنزير وما شرب منه الكلب وكذا. الخفيفة قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. عندنا الغلام وعندنا الجارية، الذي لم يأكل الطعام الذي لم يفطم، يعني ما زال يعتمد على الرضاعة. الغلام وهو الذي ما زال يعتمد على الرضاعة لم يفطم قبل الفطام، وفرق بينه وبين الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل
من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال لأن بول الغلام أخف نجاسة من بول، هو نجس لكن نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، بينما بول الجارية التي لم تأكل الطعام أيضا رضيعة لا نجاستها مغلظة كالكبيرة، نجاستها تكون مغلظة. قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه كذلك، ونجاسة الأرض وما اتصل بها، يعني الأرض إذا أصابتها نجاسة أيضا تكون نجاسة مخففة، كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع، يعني أصابتها نجاسة مائعة طيب كالبول والخمر وكذا النجاسات المائعات، فهذه أيضا نجاسة تكون مخففة. نعم. حكمها قال بول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور، يعني البول الغلام يرش عليه يكفي النضح فقط، بينما بول الجارية لا يغسل، لابد من الغسل، فرق أن يغسل، بينما بول الغلام لا يرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام. قال وتطهر الأرض وما اتصل بها من مكاثرتها بالماء، إذا واحد أوقع نجاسة مائعة على الأرض كالأعرابي الذي بال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فبال في ناحية من المسجد فغضب الصحابة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه اتركوه، فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلو من ماء فرش فوق البول هذا، ثم علمه إن هذه المساجد لا يصلح شيء من أقدار الناس، هذه ما يصلح أن تبول في المسجد، لا العرب ما عندهم مكان مقدس في الأصل، العرب ما يعرف يبول أينما تيسر له، لا يعرف أحكام المساجد، والإسلام حديث في ذلك الوقت وهذا جاي من البر ما يعرف أحكام مساجد وكذا، فبين له النبي أنه لا يجوز أن يبول في المسجد، لكن ليس هذا مرادنا، مرادنا كيف تعامل النبي مع البول، رش عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا قال تطهر الأرض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولو لم يزل الماء يزل الماء، يعني لو بقي الماء، لأن ماء البول فوق ماء صب عليه يحتاج مدة لما تطلع الشمس لما تنشف وكذا، هذا ما يؤثر طالما أنك رشيت عليه ماء أكثر من البول فتزول نجاسته بهذا. أما المتوسطة فهي ما عدا الخفيفة والثقيلة، باقي النجاسات، باقي النجاسات كالبول والغائط والمذي والودي، وهذه نجاسات متوسطة، هذه لا يقال ثقيلة ولا يقال خفيفة وإنما هي وسط، والدم وما شابه ذلك. طيب قال حكمها تطهر بسبع غسلات، هذا قرأتها قال تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها، يعني ما يبقى لها طعم هذه النجاسة، ولا يضر بقاء اللون أو الريح، يقول ليحن الريحة فيها ما تضر، ليحن اللون ما يضر، المهم إذا كان جرم أن يزال هذا الجرم، يعني شيء له يعني حجم أو كذا يعني بارز يزال هذا الأمر، أما إذا ما كان له جرم بقية الريحة أو بقية اللون ما يضر إن شاء الله تعالى، لأنه يصعب أحيانا خاصة الدم، نتكلم أيضا يعني في ذلك الوقت وفي كل مكان، يعني واحد يقول لا في الآن بعض شو يسمونها مطهرات أو شيء تشيل اللون الدم، هذا من حصلها، نتكلم هذا حكم عام لكل أحد لكل بلد لكل مكان لكل زمان، زين مو كل أحد عنده هذه الأشياء اللي تقول عنها، فلذلك هذا من تيسير هذه الشريعة أنه المهم أن يزول طعمه، لكن بقاء اللون بقاء الريح لا يضر، طيب ولا يضر بقاء لون الريح أو هما إن عجز عن إزالتهما، يعني هو حاول أن يزيل لكن حاول ما راحت الرائحة ولا راح اللون، لا يضر بقاء الرائحة واللون. وقوله بسبع غسلات بالنسبة لي هنا وبالنسبة لي النجاسة الثقيلة، القول الثاني في المذهب أنه ثلاث غسلات تكفي، والقول الثالث في المذهب أيضا أنه أهم شيء أن تزال النجاسة لو بغسلة واحدة لو بغير الماء يعني بمطهرات أخرى، المهم أن تزول عين النجاسة بدون تحديد يعني عدد، والعلم عند الله.